بتقابلكم او اي سلبيات بتقابلكم من المواطنين؟ المواطنين لسه ما خدتش على المنظومه وما خدتش ان هم يتعاونوا معانا. يعني مثلا المحلات، اي محل المفروض ان في اجراءات الرخصه بتاعت اي محل لازم يكون عنده صندوق قمامه، مفيش صناديق في المحلات وبيرموا في الشارع. دي حاجه بتضايقكم طبعا. طبعا، يا ريت الموضوع الصندوق لكل محل يتفعل هينظف الشوارع بتاعتنا. يعني يبقى في تعاون من المواطنين تقصد حضرتك؟ بالظبط بالظبط. تمام يا فندم. احنا ساعات بنبقى لمين القمامه من مكان معين نرجع نلاقي تاني في برضه مال الزباله بكثره او بكميه. دي حاجه طبعا بتضايقكم. اكيد يا فندم. واحد مثلا بيبقى عمل مجهوده وظبط الاداء ويرجع برضه تلاقي تاني حاجه. يعني نرجو من الساده المواطنين يعني الالتزام ان هم ينظفوا المكان ده. تمام يا فندم، اتفضل حضرتك. قول لي برضه ايه اكتر المشاكل اللي بتقابلكم في موضوع القمامه؟ المشكلة يا فندم ان احنا بنبقى مخلصين المكان دلوقتي وعمالين نرجع فيه تاني نلاقي نفس المكان نفس الزيت. تمام يا فندم، اتفضل. ايه المشاكل اللي بتقابلك؟ تمام يا فندم. ايه اكتر المشاكل اللي بتقابل حضرتك؟ والله ساعات بنخش شوارع كده بيبقى في سكران بيملوا دي طبعا الكيس بيتقطع. ما تهدفش حاجه نزلهم عشان ما يقف اي جنبه لو عمال يشيلوه مفيش فايده برضه في السكان. معلش هيبقى في تعاون ان شاء الله الفتره الجايه. اتفضل يا فندم. قولي ايه اكتر المشاكل اللي بتواجهك برضه في موضوع جمع القمامه؟ بردك يا باشا بعد ما لموا بيروا ما فهمش ومفيش مترين وارجعوا من نفس الشارع لقوا كله برضه كده. طب ما في صناديق افضل الصندوق افضيت لا اسلام يرمي الشنطه يرمي الشنطه من فوق تنزل على الارض. تمام يا فندم. الازاز والسرنجات؟ السرنجات. ايه تاني؟ والفرط اللي بتلم في الشارع احنا عاطلين الصندوق بيرموا في قلب الشارع فرط. يعني اكتر حاجه بتضايقك ان في مواطنين بيرموا بره الصندوق؟ بره الصندوق. ودي طبعا حاجه بتضايقك. طبعا انا انما الاكياس بتبقى مثلا بره الاكياس. لا في الصندوق. بتبقى بره الصندوق بتبقى فرط. طب تمام، اتفضل اديني اللي جنب حضرتك. كلمنا بقى عن المنظومه، انت كنت اصلا هنا في قبل المنظومه دي، قبل منظومه الشركه كان في هنا اصلا منظومه في حي شرق وحي غرب، هل في تعاون مع للمواطنين دلوقتي عن قبل كده ولا المواطنين هم برضه؟ لا والله نقدر نقول ان يعني في تقدم في التعاون بتاع الناس معانا، بس برضه في بعض الاهمال من الناس. يعني مثلا المفروض ان الكاس اللي تبقى نازله مثلا فيها ازاز يبقى ازاز محطوط لوحده بس معايا ما هوش حاجه. الناس اللي هي بترمي الكاس من غير ما تكون مربوطه، في ناس بتبقى واقفه في الادوار الثالث والرابع والخامس وراح جايه من الكاس في الشارع. يعني في تعاون، بس برضه في حاجات لسه الناس ما خدتش عليها، ما خدتش على ان المنظومه تبقى معديه تقول لك استنى خد ده اعمل ده، لا لسه برضه في بعض من الناس مش متعاون معاها. تمام، ايه اللي بيضايق حضرتك برضه في الكياس بتاعت القمامة؟ الازاز والناس لما بتشوف العربيات واقفه بترمي في الارض بعد ما تنضف الدوره. والسرنجات اللي بيرموها في الارض، نروح الصيدليات نقول لهم احنا بنيجي نعدي عليكم مفيش فايده وبيرموها في قلب الارض. بنيجي نلمها بتخش في ايدينا وبتعوض وما بيسمعوش الكلام. يا ريت يتعاونوا معانا واحنا بنعدي على كل محل وكل الصيدليات نشيل منه ونخش له. تمام يا فندم، اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ قولنا بقى طبعا منظومة القمامة بقت مختلفة تماما عن الأول، وناس كتير حاسة بالتغيير وحاسة بالفرق، انتوا لاقيين تعاون من المواطنين؟ هو الحمد لله في التقدم أحسن ونشكر ربنا ومجهود الباشمهندس ومعين على العمل السادة المشاركين، لكن برضه المواطنين برضه يعني مش لسه لغاية دلوقتي مش تقدم قوي يعني. يعني عايزين تعاون. عايزين تعاون. تمام، اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ ايه برضو اكتر الحاجات اللي بتضايقك وانت بتلم القمامه؟ والله العظيم العالم برضو يعني بالنسبه في حالنا وجبالك وكل مثلا انك تحسن طبعا يبقى في اهتمام شويه بالعالم اللي هم ينزلوا عشان الورده بتاعتهم تبقى تعدي ولا واحد يتزل ولا واحد يروح اي حاجه. يا فندم. صح؟ ايوه. انما احنا بقى عايزين برضه تحافظ، والبني ادم اللي هو يرمي الزباله لازم تبقى في كيس. ليه؟ عشان معلش يا جماعه احنا خايفين عليكم، ننضف المنظر حواليكم واحنا خايفين عليكم. بتاعت الكورونا والعجل والكلام ده. احنا مش عاوزين كده. قول لنا بقى اكتر حاجه بتضايقك فعلا في اكياس الزباله؟ والله هي الحقن اللي عدت. والله الحقن والحاجات زي كده.
واهم حاجه يعني هو رمي الكيسه في قلب الصندوق ده اهم حاجه. الناس اللي تحاول تحافظ على الناس اللي تحت بس مش اكتر. واحنا بننظف الشوارع وبننظف الناس عشان الناس تعيش حياه كويسه حتى عشان الريحه وعشان الناس. واي واحد معاه كيس من الاخر يطلع ويسيبه يحطه في الصندوق لو سمحت مع كل مواطن وكل بيت وكل اسره يتعاونوا معانا بس في الصندوق مش اكتر. واحنا تحت امر الناس كلها واحترامونا اهم حاجه احترامونا برضه. الاستاذ اسماعيل واقف معانا والناس كلها معانا بس عايزين من الناس انها تهتم بينا شويه بس وتراعينا بالنسبه للصندوق بالنسبه لكل حاجه. اما الاداره والمشرفين والعمال بسم الله ما شاء الله الدنيا كويسه. احنا بنحط بتشيل من هنا والعالم تحط ورا من هنا فبعد اذن الناس كلها يعني طبيعه الناس يعني تسوق الدنيا معانا شويه عشان نقدر نحافظ على الناس والدنيا تنضف اكتر واكتر كمان. تمام يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ ايه اكتر حاجه بتضايقك وانت بتلم الزباله؟ الازاز والسرق. الازاز برضو الازاز والحقن. طب انت بتناشد المواطنين بايه؟ لو احنا نعبيه بنيجي نعبيه بالصندوق او من على الارض بالابل فيها بتيجي في ايدينا. ديت يا اما لو حطينا في كيس خلاص وهي لو انحطت في الصندوق احنا بنيجي نشيلها احنا فيها. تمام يا فندم ربنا يقويك يا رب.